فائدة أعلى يوليو يسر. احنا نقول لهم في هذه المبادرة الأولى التي يقوم بها المسرح الجوي بسكرا فيما يخص مسرح الشارع، بعد هناك عدة تربصات سابقة في عدة مجالات، لكن هذه المرة أردنا أن يكون هناك تربص خاص بمسرح الشارع، ونظرا لأن هناك عدد كبير من المهتمين بهذا النوع من المسرح، وأيضا لتكوين فرقة في هذا النوع من المسرح. له تاريخ وباع، احنا حاولنا بربي ان شاء الله باش نعاودوا هذا العمل بهذا الشباب، ندير لهم ورشات الاولى والثانيه والثالثه، ونحاول نكون منهم ان شاء الله فرقه تحت اداره المسرح الجهوي بسكرة، وندير بهم عمل ونعاود نعطي الزخم اللي كان من قبل تاريخيا لمسرح الشارع في بسكرة. تجربة يعني كانت مدخل للمسرح، وتعرفنا أن بسكرة من الولايات اللي عندها يعني تاريخ كبير يعني من مدة في المسرح وكثقافة.